إلى متسابقتنا الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم من الجزائر، هي هاجر بلغزالي بن يوسف، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم هاجر بلغزالي بن يوسف من دولة الجزائر، أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بقصر البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير. ما شاء الله تبارك الله. من الجزائر هاجر بلغزالي بن يوسف شيخنا الكريم، تعليقكم على قراءتها. بارك الله فيك يا ابنتي، ما شاء الله، يعني قرأت بنتنا هاجر برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، والأزرق عن ورش له مد البدل إما حركتين أو أربعة أو ستة، يعني لما بيقرأ بيقول مثلا يا أيها الذين آمنوا، هكذا آمنوا أو آمنوا أو ست حركات آمنوا. فبنتنا هاجر قرأت بمد المد البدل حركتين كما نفعله نحن برواية حفص. تلاوتك ممتازة يا ابنتي الفاضلة، ويعني متمكنة من الأداء، ليست الحروف يعني مهزوزة، انتبهتي؟ هذا بدل على تمكن في لكن فطور فخم الطاء كما ذكرت للأخ أوليفيا منذ قليلة. فطور، هل ترى، هل بالورش، هل ترى من فطور. فطو طو طاء مفخمة مو فتور. فتور ما بتصلح، هذه شبيهة بالتاء، انتبهتي يا بنتي؟ والباقي ممتاز، الله يرضى عليك ويسعدك. اللهم أمين، ويرضى عليكم شيخنا الكريم ويرضى علينا أجمعين. إذن من الجزائر كانت هذه قراءة هاجر بلغزالي بن يوسف.